للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة منى العلوي مدير إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. بعد التحية سيدة منى، طبعا ما طبيعة الحملة التي رعتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فيما يتعلق بتوزيع المعقمات؟ أهلا مرحبا. طبعا وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تدعم كل المساعي اللي تقوم بها يعني اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمير للحد من انتشار فيروس الكورونا. لذلك لقت هذه المبادرة اللي قامت بها شركة ضمان المطهرات الطبية يعني الإشادة والترحيب من قبل سعادة الوزير. فقمنا كإدارة تفتيش بعملية وضع خطة لتوزيع هذه المعقمات في إطار الحملة اللي احنا نقوم فيها بتوزيع البروشورات التوعوية اللي استلمناها من مكتب النائب الأول واللي تقدر تقريبا 25,000 بروشور بسبع لغات مختلفة. فكنا نوزع البروشورات ونقوم بالدور التوعوي جنبا إلى جنب مع توزيع المعقمات الطبية. نعم أستاذة منى، ما هي الأماكن المستهدفة في عملية توزيع المعقمات وكيف وجدتم يعني مدى الوعي باستخدام هذه المعقمات أو استخدام أو يعني التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة هذا الفيروس؟ طبعا حرصنا أن احنا نغطي يعني كافة محافظات مملكة البحرين، فكانت نقاط التوزيع مختلفة ومتنوعة. نعم. وخاصة أن في تاريخ 16 أبريل كان في تكليف جديد إلى وزارة الصناعة من قبل اللجنة التنسيقية بتنفيذ حملات تفتيشية على المحلات يعني ذات الخطورة العالية مثل الأسواق الشعبية ومواقع البناء. نعم. فشملنا هذه المواقع ضمن أماكن التوزيع، فاستهدفناها ورحنا إلى مداخل المدن والقرى، يعني حتى المحلات اللي يرتادونها يعني الناس حق المشي بعد كنا نوزع فيها على اساس نشجعهم على الرياضه. رحنا الى المجمعات التجاريه، الاحياء السكنيه، كنا الناس اللي تحت بيوتهم كنا نشوفهم لابسين الكمامات، كنا نعطيهم هذه المعقمات. يعني احنا رحنا الى الناس في مكان تواجدهم على اساس نوزع عليهم هذه المعقمات، وحقيقه كانت يعني لقت واجد تجاوب من قبل الجميع. نعم سيدة منى العلوي مدير إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا جزيلا لك.